يتحسس هذا الشاب الحياة في واحدة من أكبر حدائق الحيوانات في البلاد، وكل يوم منذ أعلنت الميليشيا الحصار على مدينة تعز قبل أشهر يجد أن أحد هذه الحيوانات قد فارق الحياة أو يكاد. في أحد الفيديوهات التي وثقتها مؤسسة حماية الحياة البرية، يحاول الشاب العامل في حديقة الحيوانات بتعز إنقاذ أحد الحمير الذي ينازع الموت، وإن كان قد تمكن من إعادة النبض إليه فقد صعدت في ذات اللحظة روح أخرى لمن ظل جائعا لأيام. ومع مرور الوقت تصبح الحديقة التي كانت لسنوات مسكنا لأندر الحيوانات في البلاد مقبرة لذات الأنواع التي كانت تثير دهشة الزائرين، وكانوا يحرصون على التقاط الصور وتوثيق اللحظة التي قد لا يعثر عليها أبناء المدينة من جديد، وقد لا يترك لهم الموت ما يبتسمون إلى جواره بينما يتيح لهم كثيرا مما يبكون عليه. تحيط جثث الأسود والنمور بالمبنى، وحسب مدير حديقة تعز شوق الحاج فإن 5 نمور عربية فارقت الحياة إلى جانب عدد من الأسود وغزال المهى العربي النادر وغيرها ممن كانوا يبعثون الحياة ويحفظونها من الانقراض. أما من تبقى داخل الأسوار فيتقاتلون على القليل من الغذاء الذي يحصلون عليه هربا من الموت الذي يحصدهم منذ بدأت الميليشيا حصار تعز بكل ساكنيها، سواء أكانت لهم القدرة على معارضتها أم لا، وسواء أكانوا ممن يملكون الكلام أو لا يقدرون عليه.